والله العظيم أسعد أيام حياتي يوم أسطرت فيه المقاومة الفلسطينية أنصع أيامها بكل المقاييس. رسالة من الشعب الجزائري، نحن معكم قلبا وقالبا، وتأكدوا يقينا أننا سنكون معكم حيثما كنتم فيه، وسنجمع لكم كل شيء بإذن الله تعالى. معنا قلوبنا، دعواتنا معكم بإذن الله تعالى. الله ينصركم ولا غالب إلا الله. من معسكر ألف تحية إلى فلسطين الأبية. ترعرعنا على حب القضية الفلسطينية وحب فلسطين وحب الأقصى المبارك. نوجه ألف تحية من معسكر ومن الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد إلى أشقائنا وإخواننا في فلسطين. نحن معكم، نحن معكم. نوجه تحياتنا إلى المقاومة، فرحنا كثيرا بهذا الانتصار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما نتابعه الآن من أحداث الجارية في قطاع غزة وخارج قطاع غزة، ما أثلجت صدورنا به مقاومتنا في قطاع غزة، وما نراه من كفاح من الشعب الفلسطيني هو شيء نفتخر به، وهو شيء يفتخر به الشعب الجزائري، بحكم أن الشعب الجزائري قد مر على مثل هذه الأحداث، قد مر على مسيرة حافلة بالنجاحات. فالشعب الجزائري يثبت دائما أنه دائم لهذه القضية، أنه ثابت مع هذه القضية، هذه القضية التي تعتبر بالنسبة للشعب الجزائري قضية مركزية وقضية عقائدية، والحمد لله. فنحن نقول للشعب الفلسطيني أن ما تمرون به الآن نحن على أتم الاستعداد لنقدم يد المساعدة، نقدم قدر المستطاع سواء من الدعم الإعلامي أو الدعم المادي من خلال المؤسسات الداعمة لهذه الحملات ولهذه القضايا. فالعمل لهذه القضية يعتبر بالنسبة لنا نحن إما كشباب، أولا كشباب عمل مستلزم علينا بإذن الله، ولابد أن الدعم لهذه القضية يكون دعما متواصلا والفهم لها. وكذلك نحن نشكر السلطات الجزائرية التي أثبتت دائما الدعم الحكومي للقضايا العادلة، والثبات على إنكار التطبيع وإنكار دعم الكيان الصهيوني المتغطرس. وبإذن الله هذه القضية ستكون قضية ثابتة عندنا وعند المسلمين أجمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. من بلاد الأمير عبد القادر، نحن شباب معسكر نقول لكم لقد أثلجتم صدورنا ورفعتم رؤوسنا عالية، فتحية لكم منا. ونقول لكم أيضا أننا نحن نسير على خطاكم ونشارككم التحرير بما وهبه الله لنا من وقت وجهد وعمل ودعاء وترويج إعلامي. ونحن متيقنون، بل ونحن متأكدون أن النصر سيكون حليفكم إن شاء الله، لأن الأمر يتعلق بقضية سابقة، قضية ربانية، فيسعدنا بهذه المقاومة التي لا تعرف بالخوف سبيلا. ورحم الله شهداءنا، نصر من الله وفتح قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسولنا وحبيبنا عليه الصلاة وأظهر التسليم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقبل أن أوجه رسالتي إلى الشعب الفلسطيني، أدعو الشعب الجزائري بنصرة أخيه ودعم المقاومة، فقد تخطينا مرحلة الدعاء ووجب علينا الآن دعمهم ماديا إعلاميا كان أو ماليا، فلا تبخلوا على إخوانكم. أما الشعب الفلسطيني فما لي إلا أن أقول: اصبروا وصابروا ورابطوا، فلن يخلف الله وعده، وأن لا تحزنوا فإن أحرار الجزائر معكم. وفي كلمة الأخيرة أقول: لا عزاء على المضبعين، ورحم الله شهداء فلسطين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في الحديث عن ميمونة وهي غير زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله افتينا في بيت المقدس، فقال: ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذا ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. إذن وكأن يعني الأحداث يعني تعيد نفسها، والتاريخ يعيد نفسه. ففلسطين وبيت المقدس في حاجة إلينا الآن، فأنفسهم الفلسطينيين يطلبون الدعاء ويقولون: لا تستهينوا بالدعاء، ويطلبون المساعدات، ويطلبون كذلك الرواج الإعلامي نصرة للفلسطينيين وللبيت المقدس. السلام عليكم، من بلد المليون ونصف مليون شهيد، أقول للشعب الفلسطيني: الثبات الثبات الثبات. نحن نحييكم، نحن معكم بالقلب بالروح بالدم، نفديكم إن شاء الله. تحيا فلسطين، تحيا غزة.